السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والإشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايبي سنه سته ابتدائي النهارده إن شاء الله هحل معاكم نماذج الوزاره اللي هي الإسترشاديه ومعاها كمان بعض التمرينات مراجعه على سؤال تشوز. نقرا مع بعض نمبر 1 My best is vanilla. My best. الفانيلا دي ايه؟ kind, color, flavor, size. طبعا هنا my best flavor علشان flavor اللي هي إيه طعم او مذاق. Number 2. What are your watch hours, clock o'clock? كانت في المحادثه مع عدد ساعات العمل. What are your hours? Number 3. I go to school by myself, yourself, himself, herself. هنا طبعا I يبقى الضمير المنعكس منها myself. For how bread did he have? How bread did he have? هنا يا ترى bread بتتعد ولا ما بتتعدش؟ هتاخد often ولا many ولا did ولا much؟ اللي ما بيتعدش بياخد much. لكن اللي بيتعد بياخد مني five we always on the phone talk get wear drive on the phone على التليفون طبعا talk on the phone بنتكلم على التليفون تعالوا نشوف مع بعض النموذج التاني number one many glasses of lemonade did she have يا ترى هاو ميني ولا وات ميني ولا وين ميني ولا وير ميني طبعا حافظينها هاو ميني كم العدد نمبر تو اوكي اي تيك ثري اي تيك ثري هنا ويل ولا از ولا ام ولا ار طبعا انا ساخد انا هاخد هنا ما تقوليش ام لان اي ام بيجي بعدها فعل مضاف له اي ان جي يبقى هنا I'll تيك three ساخد ثلاثة number 3 my best is vanilla my best is vanilla يا ترى الفانيلا دي ايه kind, color, flavor, size طبعا الفانيلا دي طعم او مذاق اللي هي flavor number 4 I never wear a wear يعني يلبس nap, sports car, music, wig هنا wear a وج يلبس باروكة five he a haircut once a month a haircut بيجي معاه فعلين يا اما have يا اما get هنا عندي gives visits gets takes طبعا هنا مش هينفع غير gets get a haircut أو have a haircut الاتنين نشوف مع بعض النموذج التالت number one I want to get a haircut Let's go to the طب عايزة أقص شعري هروح فين؟ ميوزيوم زو باربرز شوب بوست أوفيس طبعا بنروح باربرز شوب Number two She had six loaves of She had six loaves of هنا ست أرغفة من chicken bread coffee water ست أرغفة من طبعا اللي هو bread 3 he walks to school by he walks to school by himself herself itself myself he يبقى طبعا الضمير المنعكس من هي او اي مذكر himself how do you read a newspaper هنا طبعا اللي بيجي معاها do او does مش many ولا much انما often عندي الاختيارات مني much where often how often بيجي بعدها مباشرة do how does number five can you a message can you a message يترى cook take eat drink message اللي هي رسالة يبقى هنا ممكن تاخد رسالة اللي هي take a message نشوف كمان نماذج من عندنا مراجعة the opposite of is bad the opposite of is bad عكس ايه bad bad يعني سيء عند الاختيارات cool good true funny bad معروف ان عكسها good good جيد وbad سيء number six عادل امام is a film طبعا عارفين عادل امام ده ايه نجم سينمائي عندي أكترس Moon Star ستار أخدنا نجم سينمائي بمعنى فيلم Star. سندباد ذي سيلر ميد مني in the sea سندباد البحار عمل إيه في البحر؟ طبعا كلنا عارفين إن هو عمل مغامرات يا ترى مغامرات Boxes Adventures Accidents Cars مغامرات اسمها adventures. The film star is going to some autographs. autographs اللي هي الأوتوغرافات يا ترى هيعمل لها إيه؟ sign, write, listen, put. عند الأوتوغراف بيوقع أوتوغرافات اسمها sign autographs. نشوف كمان تمرين تاني. Can we see the show at the dad? can we see the show at the date ممكن نشوف العرض فين يا ترى بنشوف العرض فين post office theater bank library طبعا العرض بنشوفه في theater اللي هي المسرح number 2 it is 2 pounds 2 in the cinema it is 2 pounds 2 in the cinema 2 جنيه علشان نعمل ايه في السينما cross get cut open عندي هنا اتنين جنيه علشان ندخل السينما كلمة يدخل في مكان اسمها get in get in three we should walk the pavement pavement اللي هي الرصيف طب نمشي ايه؟ in ولا on ولا at ولا for نمشي على الرصيف اسمها walk on the pavement number four I need a I need a يعني أنا محتاج إيه because my hair is too long شعر طويل جدا يا ترى محتاج sandwich potato haircut box أنا محتاج قصة شعر اللي هي haircut كمان نشوف تمرين تاني number one how water did he have how water

بيشرب أربع فناجين من القهوة فنجان يعني cup يبقى فور cups نمبر 3 I eat one of bread at breakfast باكل ايه من الخبز لوف لوفز كان باول هنا طبعا واحد مفرد يبقى رغيف اسمه لوف وجمعها لوفز نمبر 4 How many glasses of orange juice did you have? How many glasses of orange juice did you have? يعني كم عدد أزاز عصير البرتقان اللي أنت تناولتها؟ هيقول أنا تناولت يبقى لما نيجي نجاوب بيبقى الفعل في الماضي I has ولا have ولا had ولا am طبعا الإجابة هتبقى في الماضي فناخد الفعل اللي هو have مع did بنحوله للماضي منه اللي هو had I had two glasses of juice يبقى هنا الإجابة تبقى I had two نشوف كمان تمرين تاني number one she paid the money and طبعاً دفعت الفلوس وغادرت المفروض زمن ماضي معطوف على ماضي leave, left leaves, leaving هنا دفعت الفلوس وغادرت اللي هي left number two I'll for the tickets. I'll for the tickets. بعد will بيجي الفعل في المصدر يبقى هنا نقول pay. I'll pay for the tickets. 3 A supermarket is a big store where you can groceries. Can بيجي برضو بعد الفعل في المصدر عندي buy, buying, bought, buys. المصدر هنا buy. Four. he went to the to pay money راح فين علشان يدفع فلوس list door trolley checkout طبعا راح مكان الدفع اسمه check checkout five a is used for carrying things in a supermarket بتستخدم لحمل الأشياء في السوبر ماركت trolley car taxi bin طبعا الوحيدة اللي بتستخدم لحمل الأشياء في السوبر ماركت اللي هي ترولي. 6 My brother always forgets the grocery and the money. بينسى الجروسري إيه؟ بوك تيست ليست بول. طبعا جروسري ليست اللي هي قائمة المشتريات بينساها في البيت. 7 She went to the grocers to buy راحت للجروسرز علشان تشتري بوكس شيرتس جروسرز كارز جروسرز اللي هو محل البقالة راحت علشان تشتري بقالة اللي هي جروسرز ايت I stayed home Friday as it was a holiday مع الأيام بيجي حرف الجر عند الاختيارات in on for by مع الأيام بيجي حرف الجر on كده رجعنا مع بعض كتير من المنهج يارب ان شاء الله يكون الامتحان سهل وربنا يوفق الجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته